الخير مشاهدينا، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسية مباشرة من الأولى بالرباط. البداية بأبرز العناوين. الخطاب الملكي الافتتاحي للدورة الخريفية للبرلمان تأكيد على مرتكزات خطة الإنعاش الاقتصادي ورهانة مشروع تعميم التغطية الاجتماعية. بإقليم بوجدور، المشروع الهيكلي للتهيئة الهيدروفلاحية تثمين للأراضي الفلاحية بمنطقة الجريفية، مشروع يندرج ضمن النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية للمملكة. في فقرة شباب المملكة، النبض المتجدد، إبداعات شابة مولعة بالطبيعة وعالم النباتات صنعت اسمها في مجال تصميم الحدائق، قصة نجاح بأفكار مبتكرة. في أطول موسم كروي في تاريخ البطولات الوطنية، الرجاء الرياضي يتوج بطلا بعد أن حسم نتيجة مباراته ضد الجيش الملكي بالفوز في محتل الوداد المرتبة الثانية. أهلا بكم من جديد. مستهل النشرة ببرقية تهنئة بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى صاحب الجلالة الملك فيليب السادس عاهل المملكة الإسبانية وصاحبة الجلالة الملكة لاتيسيا بمناسبة احتفال بلادهما بعيدها الوطني. كما بعث جلالة الملك نصره الله برقية التهنئة إلى السيد تيودور أوبيانغ نغيما باسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها. وبعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان حماد التونسي، عرب فيها جلالة الملك عن مشاطرتهم مشاعرهم في هذا المصاب الأليم الذي لا رد لقضاء الله فيه، معربا فيها عن أحر تعازي جلالته وصديق مواساته. الإنعاش الاقتصادي محور مهم ضمن الخطاب الملكي السامي الافتتاحي للدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، يتطلب اليوم التعبئة لتجاوز تبعات المرحلة الراهنة. وصندوق محمد السادس للاستثمار أحد أهم الدعامات الأساسية لتحقيق ذلك. تحقيق تقرير هدى مسهل، سعيد ناجح وحسن مساوي. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. يحمل رهانات كبيرة كبوصلة لتوجيه وتأطير الاقتصاد الوطني ورفع من قدراته مع دعم قطاعاته الإنتاجية. هذا هو الإطار العام لصندوق محمد السادس للاستثمار كما حدده الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة. صندوق بأبعاد استراتيجية وصفه المراقب بالعلامة التي ستميز الاقتصاد المغربي للسنوات المقبلة، كونه يصب في اتجاه إنعاش الاقتصاد مع الحفاظ على مناصب الشغل التي تأثرت بشكل مباشر من تداعيات جائحة كورونا. مبادرة تعطي الأولوية للمشاريع الكبرى والقطاعات الإنتاجية كالفلاحة والسياحة والبنية التحتية مع إعادة هيكلة الصناعة. يكون واحد دافعة أساسية كيف ما جاء في خطاب صاحب الجلالة أنه يشجع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية اللي عندها علاقة بالقطاعات الحيوية، لأن احنا كنتكلموا على النموذج الاقتصادي أو النموذج التنموي الجديد، فهذه ركائز مهمة اللي غتكون واحد دعم رافعة للاقتصاد الوطني. اللي بغيت نشير ليه في هذه المبادرة هو التركيز ديالها على 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 القطاعات اللي هي أساسية، يعني الفلاحة والسياحة والابتكار، إضافة إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة. هذه الأمور أساسية جدا اللي هي يعني نقدر نقولوا اللي تقدر تدفع بالاقتصاد الوطني في السنوات الجاية إلى تنمية مستدامة حقيقية. 15 مليار درهم الميزانية التي ستخصص للصندوق لمواكبة تدخلاته من قبل مختلف الشركاء، يصفها الخبراء بالرقم المهم الذي سيمكن من تحقيق نموذج اقتصادي ذي جودة وأثر اقتصادي واجتماعي وبيئي على كافة مناحي الحياة. وإنجاح هذا الصندوق يمر حتما عبر تحقيق الحكمة والنجاعة
وشفافية. نحن الآن نحتاج إلى استراتيجية واضحة، نحتاج إلى تدبير وحكامة من أجل إنجاح الصندوق، نحن محتاجون إلى كذلك تحقيق النتائج التي نرمي إليها ويرمي إليها الصندوق، لأن هي تجربة ستكون تجربة رائدة من أجل الخروج من هذه الأزمة. وللخروج من هذه الأزمة لا بد من تضافر الجهود القطاع الخاص والقطاع العام، لأن إذا تضافرت الجهود القطاع الخاص والقطاع العام سنحاول أن نصمد في ظل الأزمة ثم نخرج بنتائج قد تقوي القطاع مستقبلا. وهنا نتكلم عن البعد الاستراتيجي. خارطة طريق جديدة يحددها إذن الخطاب الملكي السامي في هذه المرحلة الاستثنائية التي يعيشها المغرب كما العالم، خارطة تعيد ترتيب الأولويات لبناء مقومات اقتصاد وطني أكثر قوة وتنافسية. وبوصفه مشروعا مجتمعيا بامتياز، يمثل ورش تعميم التغطية الاجتماعية الذي يندرج في إطار النهوض بالعدالة الاجتماعية والمشارية نقطة تحول رئيسية في مسار الإصلاح الشامل لنظام الحماية الاجتماعية في المغرب. والخطاب الملكي السامي بوصفه خارطة طريق حقيقية لهذا المشروع الشامل كشف عن المحاور الرئيسية التي سيرتكز حولها تعميم التغطية الاجتماعية. أمين علام، خديجة الجمالي، ومحمد حسن سكول. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. إرادة ملكية سامية لتدويب الفوارق الاجتماعية ترجمها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، ورش وطني كبير يجعل المواطنين في صلب الاهتمام من خلال تعميم التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية والتقاعد والتعويض عن فقدان العمل، ورش يراهن على حفظ كرامة فئة مهمة من المغاربة وتيسير ولوجها للتغطية الصحية في أفق أقصاه ما تم سنة 2022. تأكيد على النهوض بالمجال الاجتماعي وبالورث مشروع مجتمعي متكامل ذو أربع محاور. المحور الأول يتكلم عن تعميم التغطية الصحية في أفق 2022 للإجبارية لجميع فئات يعني الفئات الشغيلة التي ليس لها دخل قار. ثم ثانيا تعميم التعويضات العائلية لسبع مليون طفل، وهذا يعني يمس تقريبا 3 ملايين أسرة. الجانب الثالث يتعلق بتوسيع الانخراط لنظام التقاعد لحوالي 5 مليون مغربي نشط، لكن لا تشملهم يعني نظام التقاعد. ثم أخيرا المحور الرابع يتعلق بالاستفادة من التعويضات عن فقدان الشغل عبر الحفاظ على مصادر الدخل قار، أو عبر يعني إطلاق ديناميكية اقتصادية جد طموحة، لأن هذا البرنامج هو يعني برنامج شمولي. الأسرة والطفل بصفة خاصة يحظيان بأهمية بالغة ضمن مشروع تعميم التغطية الاجتماعية من خلال توسيع قاعدة التعويضات العائلية لتشمل ما يقارب 7 ملايين طفل و3 ملايين أسرة، وهو ما سيساهم في الرفع من مستوى التمدرس الذي يعد حلقة مهمة في تحقيق التنمية. تحدث صاحب الجلالة عن التغطية العائلية والإعانات العائلية بالنسبة لسبعة ملايين طفل، فمعنى هذا أن هؤلاء الأطفال الذين هم في سن الدراسة فلا بد أن تشملهم هذه التعويضات حتى تمكنهم، خصوصا في ظل هذه الجائحة، تمكنهم أولا من تيسير مبلغ نقدي لعائلاتهم من أجل الاعتناء بهم وشراء مستلزماتهم، وكذلك مساعدتهم فيما يتعلق بمستلزمات الدراسة وكذلك المستلزمات التي تمس حياتهم اليومية، على اعتبار أن هذه الجائحة أبانت لنا عن نقص فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية لعدد من الفئات الهشة. توسيع الانخراط في نظام التقاعد ليشمل حوالي 5 ملايين من المغاربة الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من معاش حظي باهتمام كبير في الخطاب الملكي، إلى جانب تعميم الاستفادة من التأمين على التعويض عن فقدان الشغل بالنسبة للمغاربة الذين لا يتوفرون على عمل قار. مشروع وطني كبير يؤكد من خلاله جلالة الملك إيمانه القوي بأن تحقيق التنمية لا يمكن أن يتم بدون النهوض بالمجال الاجتماعي وبتحسين ظروف عيش المواطنين.
أصداء الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح البرلمان ما زالت تستأثر باهتمام البرلمانيين وتسائل مسؤولياتهم بالنظر إلى المهام التشريعية والرقابية المنوطة بهم في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر منها المغرب بسبب جائحة كوفيد-19. رضا العبيدي، رشيد كانون، العربي النهيري. سنة تشريعية جديدة، رهانات جديدة، وتحديات يعيشها المغرب كما العالم. تحديات ينظر فيها البرلمان نوابا ومستشارين وفق خارطة طريق رسم معالمها الخطاب الملكي السامي في افتتاح أشغال هذه الدورة. صاحب الجلالة دائما في افتتاح الدورة يكون خطابه خطابا توجيهيا، وأيضا يحدد الأولويات. بطبيعة الحال جزء من هذه الأولويات لم يخرج عن ما كان يقول به دائما، أساسا فيما يخص منظومة الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي والمنظومة ديال الصحة. اليوم الحكومة والبرلمان بكل مكوناتها مدعوة أولا أنها تفاعل بكل إيجابية وبكل إرادة سياسية قوية مع مضامين الخطاب الملكي السامي، وكذلك أنها تحرص على أن تكون يعني قانون المالية متضمن للخطة الاستراتيجية للإنعاش الاقتصادي التي يعني أعطى معالمها وخطوطها العريضة صاحب الجلالة. السنة الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية سيكون خلالها البرلمانيون أمام رهان صياغة وإقرار أجندة تشريعية استثنائية في ظرفية استثنائية وممارسة مهامهم الرقابية ومواكبة عمل الحكومة في تنزيل التوجيهات الملكية على أرض الواقع. تنتصب أمام رهانات تشريعية مهمة جدا، إقرار القوانين المتعلقة بتعميم منظومة الحماية الاجتماعية كما قلت مالك في خطاب العرش السابق، وكذلك إقرار القوانين المتعلقة التي تأخر إقرارها للأسف الشديد. يتعلق الأمر بالخصوص بقانون مشروع قانون الجنائي ومشروع قانون الإضراب والقانون النقابات. المسألة الثانية وهي يعني مناقشة القانون ديال الانتخابات، لأن العملية الديمقراطية في بلادنا عندها مكانة كبيرة. المؤسسة التشريعية طبعا مدعوة للانكباب على يعني مناقشة ومصادقة هذا القانون. المسألة الثالثة وهي يعني تجويد الأداء البرلماني على اعتبار المهمة المنوطة يعني بالنواب. زمن تشريعي مليء بالتحديات ينتظر البرلمانيين، في مقدمتها تجاوز آثار الأزمة في شقيها الاقتصادي والاجتماعي وتوفير الشروط الملائمة لتنزيل النموذج التنموي. تحديات وحدها التعبئة الوطنية الشاملة كفيلة بكسبها لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين. وأول جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفوية خلال هذه الدورة تناولت سؤالا محوريا حول الاستعدادات المتخذة لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي في ظل تفشي جائحة كورونا، كما تم طرح مجموعة من الأسئلة تناولت الدخول المدرسي وكذا الجامعي. في المجال الفلاحي، مشروع هيكلي للتهيئة الهيدروفلاحية بإقليم بوجدور. هذا المشروع الذي يمتد على مساحة 1000 هكتار يندرج في إطار مشاريع النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية للمملكة، من شأنه تثمين الأراضي الفلاحية بالجهة والنهوض بالقطاع في هذا القطاع الحيوي. علي الكبش ومحمد شعرة. جنوبي إقليم بوجدور جماعة جريفية بمساحاتها الرعوية الشاسعة، حيث النشاط الفلاحي يقاوم نذرة التساقطات المطرية وقلة الكلاء. داخل مساحة 1000 هكتار من تراب الجماعة تستمر الأشغال بعد 4 أعوام من انطلاقها في الإعداد الهيدروفلاحي للسقي. من بين المكونات ديال المشروع كاين اولا انجاز خزانات ديال التبريد، وكذلك خزانات ديال استوكاج ديال المياه، ومن بعد اللي فيها واحد محطه ديال التحليه ديال المياه اللي غتكون ان شاء الله موجهه انطلاقا من واحد ستاسيون ديال الفيرتيغاسيون، غتكون موجهه للسقي. مشروع الري جزء من ورش الدعم الفلاحي، فعلى مساحة 250 هكتار يقام المشروع عبر إحداث منشأة تخزين ومعالجة المياه. الأثقاب المائية ضمن فحوى المشروع، تعدادها يصل إلى 10 أثقاب مائية بمستويات عمق ما بين 1400 و1600 متر. 16 كيلومتر ديال الكوندويت بوزيا مصوبة. عندنا الباسان ديال واحد السهريج خزان ديال الماء فين كيبرد الماء
منجز. عندنا واحد الخزانه اخر ديال التخزين ديال المياه، السعه ديالو شي 151 الف متر كيب. مشروع فلاحي تراهن عليه المنظومه المحليه من اجل تخفيف العبء الحاصل في النشاط الفلاحي ودعم استمراره امام توالي سنوات الجفاف وضعف الفرشه المائيه، ما يجعل الاشتغال في تربيه الماشيه مهنه ليست باليسيره. في جديد الحالة الوبائية، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و2091 حالة شفاء و31 حالة وفاة، وذلك خلال 24 ساعة الأخيرة. هذه الحصيلة رفعت العدد الإجمالي لحالة الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 153761 حالة، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 129498 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2636 حالة وفاة. ويرافقنا اللحظة الزميل ياسر العمراني لنتعرف وإياه على جديد أخبار الاقتصاد. ياسر، مساء الخير. مساء الخير مريم. البداية سير ستكون بتعزيز الشراكة الاقتصادية بين المغرب وفرنسا. بالفعل مريم، كما ذكرت، البداية بالعلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا على المستوى الاقتصادي. سبل تقوية وتثمين هذه العلاقة كانت أهم النقاط المطروحة ضمن لقاء جمع بين مسؤولي البلدين، فتح أمغار وعاشور بن مسعود. بين المغرب وفرنسا علاقات تاريخية وشراكة استراتيجية في تجدد مستمر، تعاون يشمل القطاعات العامة وكذا الخواص. من بين مظاهره هذا الاجتماع الذي التأم حوله اليوم رجال أعمال المغاربة ونظرائهم الفرنسيون، وعلى طاولة النقاش سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من القطاعات الواعدة. Nous avons ici 1000 plus de 1000 entreprises françaises. لدينا أزيد من 2000 مقاولة فرنسية تشغل بالمغرب حوالي 100,000 من اليد العاملة. وخلال هذا اللقاء تبحثنا حول السبل الكفيلة بتعزيز وتقوية روابطنا الاقتصادية، خصوصا في ظل الظرفية الوبائية الراهنة التي تتطلب منا التحلي بالقوة لنواجه تداعيات الجائحة ونحولها إلى فرص استثمار. existante en opportunité. Mon premier voyage hors de l'Union européenne est au Maroc. C'est un choix important, c'est le choix. هي أول زيارة لي خارج الاتحاد الأوروبي، حيث اختيار المغرب جاء بناء على مجموعة من الاعتبارات من بينها الصداقة التي تجمع بلدينا وكذا تعاوننا الاقتصادي، وهي رسالة قوية في ظل أزمة كورونا مفادها ضرورة الاستمرار في العيش وفي العمل بالرغم من الجائحة. Et c'est un message aussi fort, continuer à vivre malgré le virus. اللقاء شكل فرصة كذلك للتداول حول التحديات والرهانات التي تواجه الاقتصاد في الفضاء المتوسطي وسبل جعلها في خدمة النهوض بفرص الاستثمار وتعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية التي تجمع الرباط بباريس في مختلف المجالات. أفاد بنك المغرب بأن احتياجات البنوك من السيولة تراجعت لتبلغ 97.4 ملايير درهم في المتوسط الأسبوعي خلال شهر شتنبر المنصرم، مقابل ما يفوق 106 مليارات درهم في شهر أغسطس. والتقرير لسمير أصبر. تراجع احتياجات البنوك من السيولة يعكس ارتفاع احتياطات الصرف لدى البنك المركزي وتراجع الكتلة النقدية، حسب ما أكده بنك المغرب في نشرته الشهرية للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر أكتوبر 2020. بنك المغرب أشار إلى أن معدل سعر الفائدة بين البنوك استقر عند 1.5%، أما في الأسواق الأخرى فلم تشهد سندات الخزينة تغيرات هامة في شتنبر المنصرم، وذلك في شقيها الأولي والثانوي. وفيما يتعلق بأسعار الفائدة الدائنة، فإن نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك خلال الربع الثاني من سنة 2020 تظهر تراجعا في متوسط المعدل الإجمالي بمقدار 29 نقطة ليبلغ 4.58%. وبحسب القطاع المؤسساتي سجلت نسبة الفائدة على القروض الممنوحة للمقاولات انخفاضا بمقدار 26 نقطة
لتغطي تراجعا بمقدار 65 نقطة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة و28 نقطة بالنسبة للمقاولات الكبيرة. وبخصوص نسب الفائدة المطبقة على الخواص فقد تراجعت ب11 نقطة مع انخفاض بمقدار 119 نقطة في أسعار الفائدة على الحسابات المدينة والقروض للخزينة وزيادة بما قدره 34 نقطة بالنسبة لقروض الاستهلاك. أكد صندوق النقد العربي أن المغرب تبنى مجموعة من التدابير والإجراءات لتخفيف التداعيات السلبية على قطاع السياحة بالمملكة سواء تعلق الأمر بالسياحة الداخلية أو الخارجية. وأوضح الصندوق في دراسة حديثة حول أثر قطاع السياحة على النمو الاقتصادي في الدول العربية أنه على المستوى الداخلي اتخذ المغرب مجموعة من التدابير بغية رفع نسبة مساهمة السياح الداخليين في ليالي المبيت وتوفير عروض ومنتجات سياحية ملائمة للعادات والتقاليد وشرائح فئات الدخل المختلفة وأنماط الاستهلاك. في الخبر الاقتصادي الدولي، عادت جائزة نوبل للاقتصاد لهذا الموسم للأمريكيين بول ميلغروم وروبرت ويلسون لعملهما في تطوير نظرية المزادات التجارية وابتكار أشكال جديدة لتنظيمها. عبد الحي ناصر. الأمريكيان بول ميلغروم وروبرت ويلسون يفوزان بجائزة نوبل للاقتصاد 2020 تقديرا لعملهما في تطوير نظرية المزادات التجارية وابتكار أشكال جديدة لتنظيمها. لجنة تحكيم الجائزة قالت إن المزادات العلنية توجد في كل مكان وتؤثر على حياتنا اليومية، والتحسينات التي أجراها الثنائي الفائز تصب في مصلحة البائعين والمشترين ودافعي الضرائب في العالم. روبرت ويلسون 83 عاما وبول ميلغروم 72 عاما وهما معا مدرسان في جامعة ستانفورد، واشتهرا كذلك بكونهما وراء المفهوم المستخدم لبيع تراخيص نطاقات التردد في مجالات الاتصالات في الولايات المتحدة. وتضمنت مواضيع جائزة نوبل للاقتصاد هذا العام علم النفس الاقتصادي والصحة وسوق العمل، إلا أن الأمريكيين ميلغروم وويلسون كان الأوفر حظا للفوز بها. وبجائزة الاقتصاد يختتم موسم جوائز نوبل الذي تميز هذا الموسم بمنح جائزة السلام لبرنامج الأغذية العالمي. يطلق البنك المركزي الأوروبي مشاورات عامة واختبارات سعية لاتخاذ قرار بشأن تأسيس يورو رقمي لدول العملة الموحدة 19، وتأتي الخطوة في وقت يسرع تفشي كوفيد 19 التخلي عن الأوراق النقدية، وسيكون اليورو الرقمي أو الافتراضي نسخة إلكترونية من أوراق اليورو النقدية وقطعها المعدنية، وستكون عملة رسمية يكفلها البنك المركزي الأوروبي. تراجعت أسعار النفط بحوالي 2% خلال التعاملات اليوم في ظل المخاوف من ارتفاع العرض جراء تراجع حدة إعصار دلتا في خليج المكسيك. وتراجع سعر العقود الآجل للخام برينت القياسي تسليم دجنبر بنسبة 1.5% إلى 42.22 دولار للبرميل. وضمن النشرة الاقتصادية، فقرة الاقتصاد في مصطلح تهتم بتبسيط بعض المفاهيم والمصطلحات ذات الارتباط بالحياة الاقتصادية. موضوع اليوم نسبة النمو، والشروحات رفقة المهدي فقير خبير اقتصادي ومالي. نسبة النمو هو القدر ديال الرواج اللي كيتزاد من سنة لأخرى. كل سنة كما كتعرفوا كيكون عندنا واحد الخلق ديال الرواج من سنة لأخرى. بكل سنة كنعرفوا بشحال خلقنا ديال الرواج، بشحال تقدمنا، بشحال طورنا روسنا، وبشحال خلقنا كذلك ديال المنتوجات وديال الاستثمارات وديال مناصب الشغل إلى غير ذلك. فملي كنبغيو نحسبوا هادشي كلشي تنمشيو لواحد النسبة كتسمى نسبة النمو، بشحال تطور الاقتصاد ديال البلاد في واحد السنة معينة، بشحال نتج، بشحال استثمر إلى غير ذلك. ملي مع كامل الأسف ما تتكونش نسبة النمو تنهضر على الانكماش الاقتصادي، أي أننا ما تطورناش، بالعكس خسرنا أكثر ما ربحنا وأكثر ما صورنا. ونتعرف الآن على نسب بورصة الدار البيضاء وإلى جانبها المؤشرات العالمية، أسعار النفط وأسعار العملات.
بهذا تنتهي اقتصادية هذا اليوم. نعود إليك مريم. شكرا جزيلا لك ياسر. ونتابع مشاهدينا من الدار البيضاء، حيث أكد كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب هذا اليوم على ضرورة تعزيز التشاور بين الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين من أجل تدبير تأثيرات فيروس كورونا كوفيد-19 على قطاع التشغيل. التفاصيل مع سعيد الإدريسي ومصطفى أودة. اللقاء التشاوري الذي جمع كل من رئيس الاتحاد العام لمقاولة المغرب والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب يدخل في سياق الدخول الاجتماعي والاقتصادي ببلادنا. الطرفان تطرقا إلى عدد من القضايا الراهنة والمتسمة بانتشار جائحة كوفيد-19، كما أكد على ضرورة وضع استراتيجية مشتركة لتخطي الآثار السلبية لهذه الأزمة على المقاولة والمنصب الشغل. خلال هذا الاجتماع أكدنا على ضرورة التوافق مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لتدبير جيد وعقلاني لأزمة كوفيد-19 وتداعياتها على المجتمع، كما ناقشنا نقاط الالتقاء والاختلاف حول مواضيع تهم قانون النقابات وقانون الإضراب ومدونة الشغل. الاتحاد العام مقاولة المغرب يدخل في إطار التشاور الثلاثي اللي بين المركزيات النقابية والحكومة والاتحاد العام، وحنا اليوم في هذا اللقاء غادي نطرفوا أولا المعيقات الحقيقية في ظل كوفيد اللي كتعيق الاقتصاد المغربي وكتعود المقاولة المغربية، وكذلك نطرقوا المسألة اللي كتعني بالأخص الاتفاق ديال 25 أبريل 2019 كيف يمكن علينا نطبقوا مجموعة المقتضيات ديالو على أرض الواقع بالاتفاق بطبيعة الحال مع الشركاء ديالنا. كما أكد الطرفان على أهمية مواصلة الحوار والتشاور في شقه الثلاثي الذي يجمع كل من المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولة المغرب والحكومة لتجاوز هذه الظرفية، وبالتالي إيجاد الإطار الأنسب للتدبير العقلاني للحد من تداعيات الأزمة الوبائية والحفاظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية. في العلاقات المغربية الأمريكية، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد تشينكر سيقوم قريبا بزيارة للمغرب تهدف إلى تعزيز أكثر للشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والرباط. وتشمل الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة والتي تعكس تحالفا متينا وعريقا عدة جوانب على مستويات الدبلوماسية والدفاع والاقتصاد، فضلا عن التبادل الثقافي والإنساني. دوليا، أكثر من 37 مليون إصابة بكوفيد عبر العالم، والأرقام تتحدث كذلك عن تجاوز الوفيات لسقف المليون. وضع مقلق تكثفت معه إجراءات العزل وحالات التأهب في العديد من الدول للحد من تفشي الفيروس. عبد الوهاب الكاراتي. أودى وباء كوفيد-19 بحياة 1,083,000 شخص، وبلغ عدد الحالات المسجلة عبر العالم 37,890,000 حالة إصابة، تعافى منهم أزيد من 28 مليون مصاب. ومع تزايد عدد الإصابات في أوروبا، اتخذت عدة دول إجراءات للحد من انتشار الوباء. ففي فرنسا ستوضع مدينتي مونبولي وتولوز الثلاثاء تحت حالة تأهب قصوى، لتنضم إلى باريس، مارسيليا، غرونوبل، ليل، ليون وسانتيتيان. رئيس الوزراء الفرنسي أعلن أن بلاده دخلت موجة ثانية قوية من وباء كوفيد-19، لذا لا مجال للتراخي، ولم يستبعد فرض إغلاق في أماكن محددة إذا تطلب الأمر ذلك. وفي بريطانيا، استبعد رئيس الوزراء البريطاني في كلمة أمام البرلمان اللجوء إلى خيار الإغلاق الشامل في بلاده مرة أخرى، رغم الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا. لا أعتقد أن الإغلاق الشامل سيكون المسار الصحيح، لأننا ليس فقط سنحرم أطفالنا من التعليم، بل سنسبب أضرارا بالغة لاقتصادنا. وفي آسيا، أخضعت السلطات الصينية سكان مدينة تشينغداو البالغ عددهم 9 ملايين لفحص فيروس كورونا بعد تسجيل 12 حالة إصابة لها علاقة بمستشفى كان يستخدم لعلاج المصابين بالفيروس والقادمين من خارج الصين.
استمرت المواجهات اليوم بين الأرمن في ناغورني كاراباخ والجيش الأذربيجاني في انتهاك لاتفاق الهدنة الإنسانية التي يفترض أنها سارية منذ السبت. وزار وزير خارجية أرمينيا موسكو اليوم لعقد لقاء مع الوسيط في النزاع مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فيما دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لدى استقباله إلى احترام صارم من قبل الجانبين للهدنة التي يفترض أن تطبيقها بدأ ظهر السبت. أعلنت الأمم المتحدة اليوم أن التغير المناخي ضاعف بدرجة كبيرة الكوارث الطبيعية منذ العام 2000 والتي أودت بدورها بحياة أكثر من مليون شخص خلال العقدين الماضيين. وأفاد مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في تقريرين أن الفترة من العام 2000 حتى 2019 شهدت 7348 كارثة طبيعية حصدت أرواح 1.23 مليون شخص وكلفت 2.97 تريليون دولار، هذا وأكثر بمرتين من تلك التي سجلت في السنوات العشرين الماضية. في فقرة شباب المملكة النبض المتجدد نتوقف هذا المساء عند مسار مهندسة شابة مولعة بمجال الطبيعة وعالم النباتات، هكذا ستؤسس بالرباط مقاولة متخصصة في هندسة الفضاءات الخضراء. المهندسة مية بالكورة نجحت اليوم في صنع اسمها في عالم تصميم الحدائق، مجال غني بالكثير من الأسرار، لهذا لا تتوقف المهندسة الشابة عن التنقيب عن أفكار جديدة لتطوير مشاريعها في هذا المجال. قصة نجاح الشابة مية بالكورة في بورتري من توقيع سمير أسبان. أمين عمور إبراهيم أختيم. من الطبيعة تنسج بنات أفكارها، وحدها الخضرة تلهمها، شغفها يكمن داخل مشاتل النباتات. من هنا تنبعث إبداعاتها. هندسة الفضاءات الخضراء مجال تميز مية بالكرة، مقاولة شابة ماهرة في تصميم الحدائق. بعد وضع تصميم لأي فضاء أخضر تقضي 100 ساعات داخل المشاتل لتنتقي بعناية النباتات التي ستؤتت الفضاء. وحسن الهندسة والتنسيق بين الأشكال والألوان هاجس يحضرها دائما. هذا شويه محروق من الفوق، شي حاجه في الجرده ولا ميناجمون بيزاجي، شي حاجه اللي كتاخذ الوقت. شتي لي بلونط مي كنغرسوهم، واخا كتغرسهم عندهم 10 سنين ولا هذا، شي حاجه باش كتبان الجرده خصك مينيموم عام ولا عامين. واحد الإنسان اللي كتبغي الحرفة ديالها عن جد وكتخدم عن صدق لإرضاء الزبناء، وكذلك الرفع من الجودة ديال المشاريع اللي تتندرج ضمن الأولويات ديالنا. في عقدها الثاني أسست مشروعها الخاص، وها هي اليوم تجني ثمار 10 سنوات من العزيمة والعمل الجاد. قريت في كندا في أوتاوا، برومي ديبلوم كان عندي ديبلوم ديال كومونيكاسيون، بديت لي زيتود عاوتاني ديال البيزاجيست في لونيفرسيتي دو مونريال. هذه 11 عام باش دخلت، بديت ديريكتومون بلاد ديال الاب ديالي حيت كان ديجا في لو دومين، دونك عاوني باش نبدا بشويه بشويه. هذه فضاءات خضراء من تصميم المقاولة مية، الألوان والديكور وكل التفاصيل الصغيرة في أي فضاء أخضر تحسم فيها هذه الشابة بالتعاون مع فريق عملها هنا بمقر مقاولتها في الرباط. تعول على شباب مبدع في الهندسة والتكنولوجيا لإنجاح مشاريعها. مقاولتها وفرت اليوم فرص مهنية لهؤلاء الشباب. المقاولة ديال المياه هي واحد الفرصة، فرصة شغل وفرصة تعليم اللي استطعت أنني نانتيغريها ديريكتومون مورا التخرج ديالي. هذه الفرصة هذه منحتني أنني نتعلم بزاف ديال الحوايج، سواء من عند مياه سواء من طرف ليكيب اللي خدامة معاها،
ليكيب لي كلها سون دي جون. هاد الفرصه منحتني نتعرف اكثر على المجال، عطاتني بلوس ديكسبيريونس، وخلاتني نعيش داكشي اللي كنقراه في الواقع. Les pauvres sont métamorphes. Les jeunes, pour moi, c'est important, et la créativité. On brite un an à l'entreprise ou l'agence de conception Tkoun jeune et créative. تتبع مدى تطور المشروع على أرض الواقع لا يغيب عن برنامجها اليومي. هذا مركز صحي في طور الإنجاز في الرباط. صممت ميا حديقته التي ستكون متنفساً للأطر الصحية والمرضى. المهندس إسماعيل شارك ميا هذه التجربة المهنية. ميا هي مهندسة شابة مثلنا، خدمنا en collaboration, en coordination pour aboutir à un résultat de cette envergure. مرضى ما كيجيو خصهم يكونوا مرتاحين، ماشي غيجيو شي حاجه تريست، خصهم يكونوا يجيو وفرحانين لهاد لو سونتر اللي غيكون. احداث مساحات خضراء داخل البيوت وجه اخر لاهتمامات مقاوله ميا. لبنى واحده من زبنائها، خلقت فضاء اخضر في بيتها كان متنفسا لها خلال فتره الحجر الصحي. هذا الشيء ديال هاد لا بانديمي ما كناش كنقدروا نخرجوا، دونك فكرنا اننا نردوا واحد، نخلقوا واحد الجو زوين عندنا في الدار، وهذه كانت غير فكره. الحمد لله اني تعاملت معها، عطاتني بزاف ديال الافكار وبينات لي اننا نقدروا نردوا واحد البلاصه زوينه بزاف. عالم النباتات مجال مفعم بالكثير من الأسرار، تتسلح ميا بالمعرفة للتنقيب عن أفكار جديدة لتطوير مشاريعها. كنحاولوا باش نديروا من زعما المجهودات باش نطلعوا لو نيفو ديال حتى النباتات، حتى الناس كيفاش يشوفوا الجرده، نجيبوا شي حوايج جداد للمغرب وباش المغاربه وكل شيء يعرفوا بان هذا الميدان مهم مع ليكولوجي، مع لو ديفلوبمون ديورابل، بان هذا لو ميتيي ماشي ان ميتيي زعما مهم حتى بوغ لا بروتيكسيون دو لا بلانيت. شامخة تقف هذه المقاولة الشابة أمام مطبات الحياة، واثقة من أن أمنياتها الفتية ستزهر يوما ولو بعد حين. إذا كنت باغي الحاجة راه توصل ليها، وخصو سورتو سورتو الصبر، حيت ماشي هادي صافي 11 عام بريسك 12 عام وأنا خدامة. يلاه دابا الناس بداو كيعرفوني شي شوية وكيشوفوا بأن هاد الميتي اللي كندير شي حاجة نوب. أي أونتربرونور خصو هاد الميتي ولا أي واحد اللي باغي يدير شي حاجة خصو يكون باغيها من القلب ديالو. هادي شي حاجة مهمة، حيت لما كانش الحب ديال هادشي اللي كنبغيو نديرو ما نقدروش نوصلو. الآن إلى الرياضة. في كرة القدم، وبعد ترقب كبير عاد لقب البطولة الاحترافية للقسم الأول لفريق الرجاء الرياضي الذي حسم الأمر في الثواني الأخيرة من اللقاء الذي جمعه أمس بنادي الجيش الملكي والذي أنهاه بهدفين لهدف واحد. قراءة في أبرز لقاءات الدورة الأخيرة للبطولة الاحترافية مع عبد الحق الشرات. في واحد من أطول المواسم الرياضية في تاريخ كرة القدم المغربية بفعل طارئ كورونا كوفيد 19، وبعد تنافس مثير في غياب الجمهور بين أندية الرجاء والوداد الرياضيين ونهضة بركان، والذي استمر حتى آخر دورة بفعل فارق النقطة إلى نقطتين بين المتنافسين على اللقب. أخيرا حسم الأمر للنصور الخضر للرجاء الذين حولوا هزيمتهم لفوز تاريخي في كلاسيكو السنة، والذي جمعهم بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء بنادي الجيش الملكي بهدفين لواحد. كان من توقيع صانع ألعابهم عبد الإله الحافظي، حيث تعذب الرجاويون كثيرا حتى الثواني الأخيرة للوصول لهذا المبتغى، وليفوزوا بالتالي باللقب رقم 12 في تاريخهم الرياضي، والذي أسعد كل مكونات هذا النادي العريق في ليلة ستبقى عالقة في ذاكرة ووجدان هذا الفريق المرجعي الذي تنتظره بالدار البيضاء يوم 18 من أكتوبر الجاري مقابلة حارقة أمام الزمالك المصري عن ذهاب نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.
الوداديون وبفارق نقطة عن الرجاء الرياضي تواجدوا بالمركب الرياضي مولاي الحسن بالرباط في لقاء حارق أمام اتحاد فتح الرياضي الذي ضمن الرتبة الرابعة والتي تخول له المشاركة العربية والذي أضحى يقدم كرة قدم رفيعة المستوى بأقدام لاعبي مدرسته التي أضحت تبرز مواهب عديدة. الوداد تفاجأت بهدف مبكر لاتحاد الفتح الرياضي من ضربة جزاء وقعها الكاميرون كامبوز قبل أن تتدارك الأمر بهدفين مثيرين، الأول للكونغولي كبوكبا والثاني للبدي زهير مترجي في الدقيقة 89. باحتلالهم للرتبة الثانية ضمن الوداد المشاركة في منافسات عصبة الأبطال الإفريقي للموسم القادم، وسيستقبل عن المسابقة ذاتها لهذا الموسم في 17 من أكتوبر الجاري النادي الأهلي عن دور نصف النهائي بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. الفريق البرتقالي نهضة بركان آمن بقدراته حتى آخر دورة، قدم مستويات متباينة ورغم ذلك أضحى رقما مهما في معادلة كرة القدم الوطنية. في آخر دورة فاز بأسفي على القرش المسفيوي بهدف لا سفر من ضربة جزاء لمحسن ياجور ليكتفي بالرتبة الثالثة ب 57 نقطة وليضمن بالتالي المشاركة في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في المسابقة القادمة. نهضة بركان سيلتقي يوم 19 من أكتوبر الجاري بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط مع حسين أكادير في دور نصف نهاية كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فيما يواجه في لقاء النصف الآخر بيراميدز المصري حوريا كوناكري الغيني يوم 20 من أكتوبر الجاري بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. في أسفل الترتيب أولمبيك ريبكا رجع بني ملال غادر للقسم الثاني، فيما عدم جديد للأضواء كل من شباب محمدية والمغرب الفاسي. في الرياضة دائما حطم العداء المغربي يوسف السباعي أمس الرقم القياسي لسباق ماراثون صوفيا في دورته 37، وقطع السباعي ومواطنه رضوان نويني مسافة السباق في زمن قدره 2:13:03 قبل أن يحسم السباعي الفوز بالسباق لفائدته بعد اللجوء إلى الصورة النهائية. رغم الجائحة وتأثيراتها تواصل الرياضة المائية استقطاب الهواة، ولهذه الغاية فتحت مدارس التعليم من جديد. النموذج لرياضة الكايت سيرف من خليج وادي الذهب مع سميرة أسبان بكارت ليمي ومحمد الدس. جمال خليجها ودفء جوها يجذب إليها عشاق رياضة الكايت سيرف أو التزحلق على الماء. الداخلة جوهرة الصحراء المغربية أضحت قبلة للرياضات المائية. حمادة تيتي بطل سابق في هذا المجال الرياضي، بعد توقف لمدة بسبب ظروف جائحة كورونا عاد اليوم ليؤطر دورة تدريبية لفائدة زوار الدخلة، يتوصل بأشرعة وألواح مخصصة لتسهيل التعلم السريع لهذه الرياضة. الحمد لله في الداخل وقفنا في لابيريود ديال الكونفينمون الاولى، دابا اللي مزيان هو اننا حاولنا نستمروا في العمل ديالنا باننا نخدموا مع ناس اللي هما دي لوكو، ناس اللي كيعيشين هنا ولا دي اكسبات اللي ساكنين هنايا، وما وقفناش 100%، هو نقصت الاكتيفيتي ديالنا بزاف تقريبا بواحد 75%، ولكن حاولنا كما بقينا بان هي لا باسيون ديالنا عايشين بها ايتو، حاولنا بها انا نبقاو خدامين وفوالا. ودابا حنا الحمد لله حنا واجدين فريمون واجدين باش واجدين حتى للتوريزم انترناسيونال، حيتاش خدمنا شويه في الصيف مع التوريزم ناسيونال، ولكن دابا حنا واجدين باش نخدموا مع التوريزم انترناسيونال ماشي غير فرنسا. خليج وادي الذهب واحد من المناطق التي تجذب عشاق ممارسه رياضه ركوب الامواج. زوار الداخلة يفضلون ممارسة هذه الرياضة في المناطق التي تكون فيها سرعة الرياح أقوى، فمتعة هذه الرياضة تحلو أكثر في مثل هذه الأجواء. نتواجد هنا بهذا الخليج لاكتساب مهارات في رياضة الكايت سيرف، نتلقى تدريبات نظرية وأخرى تطبيقية بهذه المدرسة، الفضاء هنا يتيح كافة الإمكانيات للتعلم، كما أن هذا المشروع جيد يساعد على تطوير القطاع السياحي بهذه الجهة. أحب ممارسة رياضة الكايت سيرف بخليج وادي الذهب حيث يوفر الفضاء المناسب للمبتدئين. الدخلة مدينة عائمة لا تغيب عنها الرياح، بفضل موقعها الجغرافي المتميز سار يحج إليها كل عاشق لرياضة الكايت سيرف. هكذا أضحت اليوم واحدة من المحطات الدولية للرياضات المائية،
كما انضم خليج الدخل عام 2019 إلى النادي الدولي لأجمل الخلجان في العالم. إلى هنا تكون نشرتنا قد استوفت كل المواد. تذكير بأبرز عناوينها: الخطاب الملكي الافتتاحي للدورة الخريفية للبرلمان، تأكيد على مرتكزات خطة الإنعاش الاقتصادي ورهانات مشروع تعميم التغطية الاجتماعية. بإقليم بوجدور، المشروع الهيكلي للتهيئة الهيدروفلاحية، تثمين للأراضي الفلاحية بمنطقة جريفية، مشروع يندرج ضمن النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية للمملكة. في فقرة شباب المملكة، النبض المتجدد، إبداعات شابة مولعة بالطبيعة وعالم النباتات صنعت اسمها في مجال تصميم الحدائق، قصة نجاح بأفكار مبتكرة. في أطول موسم كروي في تاريخ البطولة الوطنية، الرجاء الرياضي يتوج بطلا بعد أن حسم نتيجة مباراته ضد الجيش الملكي بالفوز بما احتل الوداد المرتبة الثانية. رقم النشر. يشكر بقاءكم معنا مشاهدينا، إلى لقاء آخر بإذن الله.